النهارده حبايبي هنعمل مع بعض بديل الوان مايكا، وكمان هنعمل لون اصفر، والمكون اللي انا هستخدمه من مطبخك، يعني مش هتجيبي اي حاجه من بره. وتعالوا بينا نجربه كده، ناخد منه شويه صغيرين مع شويه ميه ونوريكم اللون. شوفوا اللون الاصفر الجميل، تقدري ان انت تستخدميه في تلوين الصابون، في تلوين الطعام كمان، ينفع للاثنين. يعني الملون ده هو اللي انا عاملاه معاكم، ينفع للمنظفات وينفع اللي انت تلوني بيه اي حاجه في الحلويات. فتابعيني حبيبتي لنهايه الفيديو عشان تشوفي معايا الطريقه خطوه بخطوه، ولو الطريقه عجبتك حبيبتي فضلا وليس امرا، ما تنسيش كده ان انت تشجعيني وتدعميني باللايك والشير، عشان الفيديو ده حبيبتي يوصل لناس كتير اللي هي تشوفه وتستفاد منه، واليوتيوب يظهرهولي في الاقتراحات. تابعيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أخواتي وحبايبي في الله، معكم حنان الوراقي. النهاردة حبايبي هنعمل بقى إيه، بديل ألوان مايكا اللي أنا اتسألت عليه كتير جدا. نعم، كنت عاملاه قبل كده بالنشا، الموضوع ده أنا هستخدم النهاردة دول كده في الطبق، معلقتين كبار هرميين من النشا، والمكون اللي هو من مطبخك الكركم. ما هستخدم معلقتين صغيرين من الكركم، ما طبعا الكركم ده هوت موجود في كل بيت، بس النهارده بقى احنا هنحول الكركم للون اصفر بطريقه بس بسيطه جدا وسهله. طبعا طريقه زي ما شفتوها في اول الفيديو روعه وجميله جدا. اول حاجه اللي انا بعملها بقلب النشا مع الايه، بقلب النشا مع معلقتين صغيرين من الكركم، ما بقلبهم كويس، وهيكون معايا شويه ميه، هفضي الميه، يعني هحط الميه واحده واحده، فهنتابع ايه مع بعض. اقول لكم بقى، انا كنت عامله قبل كده موضوع وعجب ناس كتير جدا، لدرجه اللي انا كل يوم لازم يجيني عليه تعليقات الفيديو ده هو. كنت عامله بديل الوان مايكا بالنشا على قناتي هنا، وقناه القناه الثانيه برضو بتاعه المنظفات، ملكه المنظفات والتوفير حنان الورقي، وكنت عامله برضو بالنشا بديل الوان مايكا على قناه الطبخ برضو، وعجب برضو ناس كتير. بس كل يوم يوميا لازم يجيني على الفيديو اللي انا منزلاه في حنان قبل كده بديل انوار مايكا بالنشا، بيجيني عليه تعليقات يوميه. طب التعليقات ديت عايزين ايه؟ عايزين، عشان انا كنت نهاريه مستخدمه الوان خاصه بالصابون، يعني اللي هي الوان مايكا اللي احنا يعني ناخد كميه بسيطه ونلون بيها النشا زي انا ما عملت كده دلوقتي، بس طبعا بدل المعلقتين دولت كنت بحط الوان مايكا. فقالوا لي طب انت عملتي ايه؟ ما احنا كده عايزين اللي احنا نعمل بديل الوان مايكا، وكده احنا مش قادرين نعمله، لان احنا كده لازم نجيب الوان مايكا نعمل بيها. فناس كتير قالت لي كده، مع ان هي الفكره بسيطه وسهله جدا. ممكن اللي انت تعملي كده وتستخدمي تعملي الالوان ديت البودره في البيت، هي نفس الفكره انا بقدمها لك النهارده، بس انت هتبدلي بدل الالوان اللي انا استخدمتها في الفيديو اللي فات، هتستخدمي كركم. طبعا الكركم متوفر في كل بيت زي ما قلت لكم، وممكن اللي انت تستبدلي الكركم وتستخدمي حاجات تانية، يعني ممكن اي حاجة احنا بنستخدمها ممكن تنفع اللي احنا نستخدمها ونلون بيها، مثلا الوان طعام برضو متوفرة ممكن برضو اللي انت تعملي بيها، او حاجات طبيعية زي الشاي، زي افكار تانية هبقى اعملها معاكم برضو. واعمل دلوقتي انا بعد ما قلبت كده اهوت، دلوقتي انا بعد ما قلبت الميه ووصل معايا القوام دوت، حطيته في الشمس لحد ما نشف، وبقى معايا بالقوام دوت اللي انتوا ايه شايفينه كده، بعد ما نشف في الشمس خالص. وبعد كده دخلت بقى الطبق، كنت حاطاه في الارضيه بتاعت البلكونه، وطبعا صورت لكم المقطع شفتوه من شويه. وبعد كده دخلت الطبق على الرخامه، ودلوقتي جه بقى وقت اللي انا ايه اضربه بقى ايه في الكبه بتاعت الخلاط لحد اللون ما يبقى ناعم معايا خالص ويبقى بودره. وطبعا لازم تتاكدي اللي هو يكون نشف تماما جدا، ما يكونش فيه رطوبه، ما يكونش فيه ميه، نسبه ميه كده، عشان احنا لما نطحنه في الكبه بتاعت الخلاط ونيجي بعد كده اللي احنا نحتفظ بيه في برطمان، فطبعا ايه ما يعفنش منك ولا يبوظ، فلازم اللي هو ينشف كويس جدا.
انا طبعا انا فضيته دلوقتي في قلب الكبة وهضربه كويس جدا في الكبة، هنتابع مع بعض. وحتى بعد ما اضربه في الكبة واحطه في الطبق برضو هسيبه، برضو لا ارجعه في الشمس تاني واقلبه برضو. ليه؟ عشان عايزه ان انا اتاكد اللي هو يكون ما فيهوش اي ميه اي سوائل من اللي انا حطيتها خالص. لازم اللي هو النشا يرجع يتحول لبودرة ويرجع زي ما كنت بستخدمه في الأول خالص. هبدأ بقى ان انا اضرب كده اهوت، وضرب كده اهوت يعني ايه، زي اضرب واوقف كده لحد ايه ما ينطحن معايا ويبقى طبعا ايه ويتحول لبودرة. مش بياخد كتير يعني في الضرب. طبعا اللون اللي انا اللي انا عملت بيه النهارده اللي هو الكركم، وعملت اللون الاصفر. اللون ده هوت هينفعني اللي انا استخدمه زي ما قلت لكم في اول الفيديو، ممكن اللي انا استخدمه والون بيه وصفات الصابون اللي انا بعملها معاكم، او ممكن برضو اللي انا استخدمه وانا بعمل اي حلويات برضو على قناة الطبخ برضو، يعني انا هستخدمه للمنظفات او للطبخ، يعني هيكون بالنسبة لي هيكون ايه استخداماته للاتنين. نعم، يعني مثلا بالنسبة للطبخ ممكن مثلا يعني وانا بعمل مثلا عايزة ان انا الون ايس كريم لون اصفر، فممكن ان انا الون بيه. ممكن برضو عايزة ان انا ادخله مثلا في اي حاجات تانية، مثلا بسكوت، عجينة بسكوت عايزة ان يقدلها سنة لون، ممكن برضو ان انا الون بيه، فهيكون جميل جدا. زي ما انتم شايفين حبايبي يعني لون تحفه وجميل جدا. طبعا ده هيكون ايه بديل الوان مايكا للمنظفات، وبالنسبه للطبخ هيكون بديل الالوان الغذائيه بتاعت الطعام. اللون معانا النهارده يمشي الاثنين زي ما قلت لكم، باكد لان انا عاملاه بحاجه طبيعيه من عاملاه بالكركم، وده كده شكله قربت لكم بالكاميرا عشان تشوفوا شكله حبايبي. يا شوفوا شكل اللون جميل ازاي. يا طبعا اتمنى المتابعه اللي هي سالتني الاخيره، طبعا لان في يوميا كان بيجيني اسئله عايزين طريقه اللي احنا نعمل الالوان بحاجات تكون متوفره في البيت. فانتظروني في الافكار اللي جايه ان شاء الله، وانتظروني برضو على قناتي الثانيه ملكه المنظفات والتوفير حنان الورقي، لان انا هنزل هناك فيديو هنعمل لون لون اسمر. اللون دوت هيكون فقط بس للمنظفات، يعني مش هستخدمه ولا في طبخ ولا حاجه، لان انتوا هتشوفوا انا هنعمله بمكونات ايه، مش هتشوفوا معايا انا عملت اللون الاسود ازاي برضه، لو حابين اللي انتوا تستغلوه وتلونوا بيه اي وصفات انتوا بتعملوها. وده كده شكل اللون اهوت زي ما انتوا شايفين، خدت سنه بسيطه من اللون مع شويه ميه، وشايفين اللون الاصفر جميل ازاي؟ يا تحفة. اتمنى حبايبي ان انتوا تشاركوني كده برأيكم كده في التعليقات، لان رأيكم يهمني جدا جدا. وما تنسونيش بدعوة حلوة، يعني اكتبوا لي دعوة كده حلوة منكم في التعليقات. ده بيسعدني جدا على فكرة، يعني اي حد بيدعي لي دعوة حلوة فده بيسعدني جدا، وبكون مبسوطة وبتدوني تفاؤل وبتدوني سعادة مش قادرة اوصفها لكم بصراحة. فاتمنى ان انتوا ايه ما تنسونيش كده حبايبي بدعوة حلوة، وتشيروا الفيديو ده مع اصدقائكم وفي كل مكان. كان معكم حنان الورقي، شكرا للمشاهدة، السلام عليكم.